إلى خبرنا الثالث، حيث طور فريق من الباحثين بالسويد تطبيقا إلكترونيا لتدريب الطلاب على تقييم الأخبار والصور ومقاطع الفيديو التي تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد ما إذا كانت حقيقية أو مزيفة. تعتمد فكرة التطبيق على اطلاع الطلاب على مجموعة من المواد الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم تدريبهم وتكليفهم لمحاولة تحديد مدى مصداقيتها بناء على منهج علمي وطرق مخصصة لذلك.